كلما مرت الأيام يزداد اليقين بموت الاتفاق النووي الإيراني رغم محاولات الأوروبيين إحيائه وأمال إيران بالعودة إليه. آخر مسمار دق في نعش الاتفاق كان الإقرار الأممي بأن إيران تعزز وتوسع في عمل منشآتها النووية خارج إطار الاتفاق. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو قالت إن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي، مطالبة خلال جلسة لمجلس الأمن إيران بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق معها. خروقات إيران هذه لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها تقرير للأمم المتحدة سرد خروقاتها لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، كما أشار إلى أن الأخيرة ركبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة في المحطة ذاتها، كما خصبت طهران نسبة من اليورانيوم أعلى من تلك المتفقة عليها. حتى الآمال الأوروبية بعودة الاتفاق بدأت تتلاشى أمام الخروقات الإيرانية، فبرلين أكثر الداعمين للاتفاق طالبت طهران أكثر من مرة بعودتها إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق، بحسب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي أكد أن بلاده تحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق لكنه أقر بصعوبة الوضع. ممثل الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن قال إن انتشار السلاح النووي يشكل تهديدا عالميا، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. عقوبات أمريكية وضغوطات دولية لم تنجح بكبح جماح طهران عن برنامجها النووي، بالرغم من أنها تعلق آمالا على تغير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الملف، بيد أن الكثيرين يرون في الأمر صعوبات جمة قد تعيق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العودة للاتفاق الذي انسحب منه ترامب عام 2018، وأطلق منذ ذلك الحين ما عرف بسياسة الضغوط القصوى على طهران.